مرحبا، هذا بالنسبة للسؤال 45. تمام، فهون احنا الداتا اللي معطينا اياها اللي هي التمبريتشر، وهي كمان معطينا اياها. بس هسا اللي بدنا نسويه كالتالي، انه بدنا نعمل ريليشن ما بين هاي وهاي بحيث انه يصير لينير. ولما شفنا الايكويجن طلعت معنا انه لما اشوف انا 1 اوفر تي مع لين الدي، بكون انا في عندي اللي هو علاقة لينير. فانا عشان هيك رسمتهم، او عفوا كتبتهم هون، تنقلهم زي ما هم على الاكسل. بتحطوا هاي 1 اوفر تي، وهون شو بتحطوا؟ خلي شوفوا المعادلة ايش، المعادلة ايكوال، بتكتبوا ايكوال و 1 اوفر وبتكبسوا على هاي عشان ايش؟ يقلبها، يعني عشان هاي تصير قيمة مقلوبة. بعدين بتمسكوا هاي من هون، بعدين تعملوا زي هيك، خلص فكله باخذ القيم للي جنبها، يعني بتصير هاي مقلوب مقلوب مقلوب، كله هدول موجودين. ونفس الشيء لين، هون بتكبس لين ايكوال لين، بتكتب لين، بعدين بتكتب على تك على هاي، بعدين مرة ثانية تمسك هاي وتقعد لين. هلا احنا بدنا نرسم الرسمة ما بين هاي فيرسس هاي، فبنروح على هون، احنا بنيجي على اللي هي الانسرت. تمام، في نختار سكاتر، هاي بختار في عندي اللي هي بكون سكاتر وذ سموث لاينز. هلا بما انه احنا نستخدمها بنحطها زي هيك، فهو رسم لي العلاقه كلها، فانا هاي كلهم بدي الغيهم، ما بدي اياهم. هاي نعملها ديليت، وهون نعمل فورمات شارت او سيلكت داتا. من هون سيلكت داتا، تمام، بيطلع منها هذا الحكي. فهون انا كله بدي اعمله ريموف، بدي اعمل اد من اول جديد. هلا السيريز نيم، خليني نجي نحكي بسموه اللي بدكم اياه، اي شيء ما بتفرق. هلا بالنسبه للاكس اكسس، بروح هون انا الاكس اكسس عندي اللي هو احنا قلنا ايش اللي هي هاي 1 اوفر تي، فبختارها من هيك لهيك، خلص هاي نقاها. بالنسبه للثاني بتمحوا هاي للواي اكسس، بتمشي وتمسكوا زي هيك، بعدين خلص تعمل اوكي، فهي بتطلع الرسمه اللي انا عندي اياها. تمام، هلا هاي الرسمه بتاخذوها، بدنا نطلع ايش احنا اللي هي بيست فيتنج لاين. فبنعمل زي هيك فورمات اد تريد تريند لاين، فهي لينير خليها، طبعا في عندي اكسبوننشال لوغاريتميك والى اخره. هاي هذا اللاين بس مش مبين كثير، هو ايوه هذا الخط الاسود عشان اطلع الايكويجن تبعته. نعمل هون ديسبلاي ايكويجن اون شارت ديسبلاي ار سكويرد، هاي الار سكويرد هسه بحكي لكم شيء. فهي هي انا عندي اياها، هاي الايكويجن سالب 3606، شو ابصر شو زي هيك. تنقلوا هاي، تمام، وبتصوروا هاي طبعا هيك، بتعملوا سكرين شوت وبتاخذوها وبتحطوها على الواجب وخلص. هذا هينا طلعنا السلوب وطلعنا هاي المعادله، وهي الار، هاي الار اللي هي انه قديش البيست لاين او اللاين فيتنج مزبوط او لا. بس